انت عارف ان في ناس راحت لسد يأجوج ومأجوج ورجعوا عادي؟ الموضوع كله ابتدى لما الخليفة الواثق بالله شاف كابوس مرعب خلاه يقوم في نص الليل وهو خايف ومرعوب. الخليفة شاف في حلمه سد يأجوج ومأجوج اللي كان بناه ذو القرنين انهار، وكل يأجوج ومأجوج طلعوا منه. وأول ما يأجوج ومأجوج طلعوا شاف أهوال وحاجات مرعبة كانوا بيعملوها في الأرض. الخليفة أول ما صحي من النوم في نص الليل استدعى قائد الجيش بتاعه، وكان اسمه تركي أبو جعفر إنشاس. من كتر ما الخليفة كان خايف، وبعد ما استشار قائد الجيش بتاعه قرروا إن هم يرسلوا كتيبة عشان تطمن إن السد لسه موجود ولسه زي ما هو. وبعد ما حطوا الخطة جابوا الخريطة عشان يعرفوا كل الطرق اللي هيعدوا منها، زي بلاد القوقاز وجورجيا وروسيا وأرمينيا وفي دول تانية كتير. وبعد ما لقوا إن الرحلة أو البعثة دي هتعدي على دول كتيرة جدا بتتكلم بلغات مختلفة، اكتشفوا إن هما محتاجين مترجم يطلع مع البعث، وهو ده بطل قصتنا النهاردة. عشان يعرف يتعامل مع كل الدول اللي هيعدوا عليها ويترجم لهم الكلام اللي ممكن يتكلموا مع بعض، وعشان يعرفوا يتجنبوا قطاع الطرق وكل المخاطر اللي ممكن يقابلوها في الطريق، طرح قائد الجيش على الخليفة اسم بطل حلقتنا، وهو سلمان الترجمان، اللي كان بيتكلم أكتر من 30 لغة ولهجة على مستوى العالم، اللي كان شغال في ديوان الدولة العباسية في قسم الترجمة. وبالفعل وافق الخليفة على تعيين سلمان الترجمان رئيسا للبعثة، وأرسل معاه الخليفة 50 رجل من الرجال الأشداء الأقوياء جدا عشان يعنوه على السفر. وراح الخليفة مديله في إيده كده بوكيت موني، يعني 15,000 دينار، ده غير كمان انه دفع راتب سنة كاملة لكل الاعضاء اللي موجودين في البعثة. وكان كل الناس حاسباها كده، والخليفة كمان كان متوقع ان الرحلة دي ممكن تستمر لمدة سنة او اكتر كمان. وراحوا مجهزين كل حاجة للاكل والشرب، حتى الفلوس والاحصنة وكل المعدات اللي هيستخدموها. ومن هنا انطلقت رحلة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج. واول دولة عدوا عليها كانت ارمينيا، اللي كان ساعتها ملكها اسمه اسحاق اسماعيل. وبعد كده وصلوا لمملكة الخزر، اللي ساعد سلام الترجمان بشكل كبير جدا واداله 5 من الأدلة للطريق. الرحلة دي كلها في الذهاب بس استمرت 16 شهر، يعني أكتر من المدة اللي كانوا حاسبينها ب3-4 شهور، إنما طريق الرجوع لوحده خد منهم سنة بحالها. يعني كده الرحلة رايح جاي استمرت 2-4 أشهر، وهم كانوا حاسبين إن هي هتستمر سنة وكام شهر بس. وللأسف في رحلة الذهاب مات منهم 22 واحد، وللأسف برضو تاني وهم راجعين مات منهم 14 واحد. يعني من 50 شخص ابتدوا الرحلة مع سلام الترجمان رجع منهم 14 شخص بس. والمؤرخ التاريخي ابن خردسبة هو اللي أرخ الرحلة بتاعت سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج في كتابه المسالك والممالك. وبعد ما مروا من بحر قزوين لقوا مدينة مليانة خراب، والمدينة دي من كتر ما هي كانت كبيرة قعدوا 20 يوم بيمشوا فيها، والريحة اللي كانت موجودة في المدينة دي كانت ريحة قاتلة، ريحة سيئة جدا. ده بالنسبة لسلام الترجمان كانت حاجة جديدة جدا، ازاي مدينة كلها أبيدت وايه الريحة الوحشة اللي طالعة منها دي؟ ولما سأل أحد الدلائل اللي رافقوه من دولة الخزر راح ردت عليه برد صدمه، قال إن قوم يأجوج ومأجوج عدوا من المناطق دي. ولما وصلت بعثة سلام الترجمان لمدينة أيكة، ودي كانت آخر محطة قبل سد يأجوج ومأجوج، وكانت بعيدة عن السد مسيرة 3 أيام بس. وبعد 3 أيام من المسيرة من مدينة أيكة وصلت البعثة لسد يأجوج ومأجوج. سد يأجوج ومأجوج فعلا كان عبارة عن سد ما بين جبلين، وكان في ممر صغير في الجبل بيوصل لسد يأجوج ومأجوج، وكان ارتفاع السد 55 متر وعرضه اللي ما بين الجبلين 120 متر، وكان السد ليه حفرة تحت الأرض بعمق 20 متر اللي تصب فوقها النحاس والحديد لحد مستوى الأرض. اللي فوق خليط النحاس ده عبارة عن كتل من الطوب الحجري والأسمنتي اللي متزوف فوقيها حديد كمان، اللي بتشكل في الآخر الردم والسد العظيم ده. ولما كانوا بيبصوا فوق بيلاقوا إن في 3 موجودين، ودول اسمهم حافظة السد، وكانوا باين عليهم إن هم رجال أقوياء جدا، وكل واحد فيهم شايل مطرقة عملاقة جدا، وكانوا بيضربوا على السد بيها 3 مرات في اليوم، مرة الصبح ومرة مساء ومرة بالليل. وكانوا بيضربوا على السد، وكان الحراس دول بيضربوا على السد عشان يشوفوا رد فعل قوم يأجوج ومأجوج، عشان يتأكدوا إن هم لسه ورا السد المانيع. وبعد الرحلة دي كلها اتأكد سلام الترجمان إن يأجوج ومأجوج لسه محبوسين، ورجعت البعثة تاني للديار عشان تطمن الخليفة العباسي. طريق الرجوع كان مختلف تماما عن طريق الذهاب. البعثة مرت المرة دي عن طريق دولة بخاري وخراسان، وراحوا قاطعين ما يسمى بدولة أوزبكستان حاليا. انت بقى هتعمل ايه لو يأجوج ومأجوج طلعوا عليك دلوقتي؟ ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على كل البلاتفورمز بتاعتنا لرؤية مصر، واستنوا الحلقات الجديدة. سلام.